تحية رياضية مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة اليوم. ابتعد بايرن ميونخ في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعدما رد اعتباره أمام ضيفه هوفنهايم بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 19 من البوندسليغا. رباعية البايرن تناوب على تسجيلها كل من جيروم بواتينغ وتوماس مولر والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وسيرجي جنابري، فيما سجل الخاسر الكرواتي أندريه كراماريتش. وبفوزه رفع العملاق البافاري غلته من النقاط إلى 45 نقطة، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 22 نقطة للمركز 12. وفي قمة الجولة نجح لايبزيغ بالعودة لدرب الانتصارات بالفوز على باير ليفركوزن بهدف الفرنسي كريستوفر نكونكو، يعزز مركزه الثاني ب 38 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفركوزن الذي تراجع على المركز الخامس 32 نقطة. مشاهدينا، لمناقشة منافسات الجولة 19 وتقديم الجولة 20 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم ينضم إلينا من مدينة الرباط الصحفي والكاتب الرياضي بلال النوالي، ومن محافظة قنا المصرية الصحفي في موقع بلاس 90 أحمد أيمن. فأهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام على شاشة قناة اليوم، وأبدأ من الرباط المغربية مع بلال. بلال، البايرن ابتعد في صدارة الدوري الألماني برد اعتباره أمام هوفنهايم ورد التحية بمثلها بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. مرحبا كابتن عبد الجبار. أهلين بلال. بلال، إذا البايرن يرد تحية هوفنهايم بنفس التحية، أربعة أهداف مقابل هدف واحد. نعم كابتن عبد الجبار، تحية لك وتحية تحية لضيفك الكريم، وشكرا على الاستضافة. نعم، فريق باير ميونخ انتصر بأربعة أهداف بهدف ويواصل الصحوة ويواصل صدارة الدوري الألماني وانتصاره برباعية على فريق هوفنهايم. عنوان هذه المباراة كان انتقام فريق باير ميونخ فريق هوفنهايم، انتقم من خسارته في الجولة التالية لما خسر فريق بايرن ميونخ أمام فريق هوفنهايم بنتيجة 4-1. فكانت هي الخسارة الثانية لفريق بايرن ميونخ في سنة 2020، وكان من الصعب الإطاحة بفريق بايرن ميونخ. بايرن ميونخ الذي هزم فريق برشلونة بثمانية أهداف، يعني دخل لهذه المباراة في الجولة 19 وعين لاعبيه على الانتقام من فريق هوفنهايم، فكان لهم ما أرادوا وانتقموا وانتصروا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة تألق فيها فريق بايرن ميونخ ما وسجل فيها هداف الدوري الألماني روبن ليفاندوفسكي الذي يلعب معه خط هجوم قوي، يعني يقدم تمريرات حاسمة لهذا المهاجم حتى يسجل، وبايرن ميونخ تتألق وتتصدر الدوري الألماني برصيد 45 نقطة. كابتن عبد الجبار. نعم، نذهب إلى قناة أحمد. البايرن يوسع الفارق إلى 7 نقاط مع أقرب مطارديه لايبزيغ ب 45 نقطة. سعيد جدا بحضرتك. دين، فعلا بايرن ميونخ بيقدم مستويات رائعه حيث تمكن من الفوز على فريق هوفنهايم بنتيجه 4 اهداف مقابل هدف وحيد. هوفنهايم يبتعد عن المراكز المتقدمه في الدوري الالماني، كما يبتعد فريق بايرن ميونخ في الصداره حيث اقرب ملاحقيه فريق لايبزيغ الذي قدم مستويات رائعه مع المدرب الالماني ناجلسمان الذي قدم مستويات اكثر من رائعه في العام الماضي في دوري ابطال اوروبا. وهذا الموسم يصل الى نصف الدور دور 16 من بطوله دوري ابطال اوروبا بعد التغلب في مجموعه ناريه كانت تضم باريس سان جيرمان وفريق مانشستر يونايتد. نعم احمد، هذا كله بات واضحا، لكن كيف تفوق العملاق على هوفنهايم؟ بالفعل كابتن عبد الجبار، هوفنهايم فريق متواضع هذا الموسم، متواضع جدا هذا الموسم، وبايرن ميونخ
يحلم في الضاحة به والاقتراب من الصدارة المتقدمة على جميع الفرق المتدنية في البطولة، ويرغب في الذهاب إلى بطولة كأس العالم للأندية أحسن جاهزية للحصول على اللقب وتحقيق البطولة الغالية بطولة كأس العالم للأندية وتحقيق اللقب السادس هذا الموسم، وتحقيق إنجاز برشلونة مع فريق بيب جوارديولا في عام 2009. نعم، أعود إلى بلال. بلال، هل يمكن تسمية هذا الفريق العملاق البافاري بفريق الأحلام بالنسبة للفرق المتعاقبة على هذا النادي العريق بايرن ميونخ؟ هو حقق ثلاث بطولات محلية، الدوري، الكأس، كأس السوبر، أيضا حقق دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، ومقبل على المشاركة في كأس العالم للأندية بعد أيام. هل يمكن تسمية هذا الفريق بفريق الأحلام بالنسبة للعملاق؟ نعم كابتن عبد الجبار، فعلا أصبت في هذا المصطلح وفي هذه التسمية لفريق بايرن ميونخ. ففريق بايرن ميونخ فريق قوي وفريق الأحلام، فريق الأحلام، وأيضا كل فريق يريد أن يلعب أمام فريق بايرن ميونخ يحلم بأن ينتصر على هذا الفريق ويحلم بأن ينتصر على هذه التركيبة البشرية. يعني إذا كانت ألمانيا، المنتخب الألماني يسمى بالماكينات الألمانية، فأيضا يمكن أن نطلق هذا الاسم بالضبط على فريق بايرن ميونخ، فهو ماكينات ألمانية تكتسح جميع الفرق. تألقت، أبدعت، لاحظنا في تشامبيونز ليج لما انتصروا على فريق برشلونة بثمانية أهداف. يعني لماذا قلت لك بأن فريق بايرن ميونخ في مباراة هوفنهايم دخل من أجل الانتقام؟ لأن هوفنهايم أوقفت قطار بايرن ميونخ في الجولة الثانية من الدوري الألماني وانتصرت على فريق بايرن ميونخ بأربعة أهداف لهدف. فبايرن ميونخ دخل لهذه المباراة من أجل الانتقام ومن أجل رد الاعتبار لسمعة فريق بايرن ميونخ الذي كما نقول يحصد جميع الفرق وجميع حصد جميع الألقاب الممكنة توج بها، توج البطولة بطولة السنوات الأخيرة، هيمنة مستمرة، توج بدوري أبطال أوروبا. يعني فريق بايرن ميونخ الآن كابتن عبد الجبار هو فريق الأحلام، يضم نجوم، يا نجوم يتألقوا ويمتعوا ويبدعوا. لديه ليفاندوفسكي ولديه لاعبين يساعدون ليفاندوفسكي، وهنا سأتحدث عن كيميتش وعن كومان وعن توماس مولر. يعني لديه ثلاث لاعبين، كيميتش 10 تمريرات حاسمة قدمها لليفاندوفسكي، كومان وتوماس مولر هنا أقرأ عليك الأرقام 9 تمريرات والهداف هو ليفاندوفسكي. صحيح، يعني كل شيء متوفر في فريق بايرن ميونخ. نعم. أقوى خط هجوم وأقوى فريق متكامل موجود حاليا في العالم هو فريق بايرن ميونخ، وهي الماكينات البافارية. نعم أحمد، فعلا معمل لصناعة الأهداف لدى البايرن ميونخ كما تفضل بلال، لديه ثلاث نجوم يصنعون الأهداف وأيضا يسجلون، ولديه أفضل لاعب في العالم. هل هذا فقط هو سبب سطوة البايرن على كل البطولات التي يشارك فيها؟ بالفعل كابتن عبد الجبار، فريق بايرن ميونخ يضم من أفضل اللاعبين في العالم أمثال ليفاندوفسكي وكيميتش وتوماس مولر. للأسف توماس مولر وجوريسكا دلوقتي فيروس كورونا والاستبعاد من بطولة كأس العالم للأندية متوقع، فضم أفضل حارس في العالم مانويل نوير بالتصديات، وهو أقاد الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني والسوبر الأوروبي والاستعداد حاليا لبطولة كأس العالم للأندية. فبالفعل بايرن ميونخ يضم العديد من اللاعبين المتميزين الذين قدموا موسم رائع، أكثر من رائع الموسم الماضي، وقادوا الطريق للفوز على بالعديد من البطولات وتحقيق السداسية. نعم، هل يمكن أن يواصل على نفس المنوال في قادم الجولات، سواء كان في كأس العالم للأندية الذي سيشارك فيها بعد أيام، سيلاقي الفائز من الفريقين العربيين الدحيل القطري والأهلي المصري؟ بالفعل بايرن ميونخ يضم العديد من اللاعبين المتميزين الذين يقدمون المواهب الرائعة والمباريات الكثيرة الرائعة، ومن المحتمل أن يقدموا بطولة كأس العالم للأندية. إذا فاز الفريق مثل الأهلي المصري أو الدحيل القطري الفائز منهم سيصل إلى نصف النهائي ويواجه فريق بايرن ميونخ،
من المتوقع أن يحصدوا اللقب بكل سهولة وتحقيق البطولة السادسة هذا الموسم بقيادة المدرب الألماني هانز فليك. نعم بلال، رغم خروجه من مسابقة الكأس لكن البايرن سجل رقم قياسي بعد مرور 19 جولة، تقريبا سجل بالضبط 57 هدفا، ووحده ليفاندوفسكي يتربع على قائمة أو عرش الهدافين. نعم كابتن عبد الجبار، فريق بايرن ميونخ الألماني جميع الأرقام، حصد جميع الألقاب وجميع الأرقام هي في صالح فريق بايرن ميونخ، يعني سجل عدد كما أشرت عدد كبير من الأهداف، يتصدى الدوري الألماني ب 45 نقطة، ويلي في الصف الثاني فريق لايبزيغ ب 38 نقطة. لديه أحسن لاعب في العالم وهو ليفاندوفسكي المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في العالم. لديك لاعبين من قيمة كيميتش وكومان ومولر، يعني لاعبين متميزين، فريق متكامل، فريق بايرن ميونخ فريق قوي، لن يقدر أي فريق على إطاحة بفريق بايرن ميونخ الفريق الحالي، وإلا كل الفرق ستحلم من أجل الإطاحة بفريق الأحلام. أنت كابتن عبد الجبار قلت بأن فريق بايرن ميونخ هل يمكن تلقيبه بفريق الأحلام؟ قلت لك نعم، وأيضا الفرق الأخرى تحلم بالانتصار على فريق بايرن ميونخ، هو فريق الأحلام والفرق التي تواجهه تحلم بالانتصار على فريق بايرن ميونخ، فريق عالمي، فريق قوي، فريق متكامل، يقدم كرة القدم جميلة، لديه أحسن لاعب في العالم في كل مباراة يسجل، لديه لاعبين في كل مباراة يسجلوا ويمرروا، فأكيد بأن فريق بايرن ميونخ قوي، وصدقني بأن هذا الفريق سيحصد مزيدا من الألقاب، لأن الماكينات الألمانية أو الماكينات البافارية لن تتوقف عند هذا الحد كابتن عبد الجبار. نعم، يبدو أن شهية البايرن ستبقى مفتوحة لحصد المزيد من الألقاب. طبعا البطولة القادمة في شباط هي بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الأراضي القطرية. لنتابع الآن نتائج الجولة كاملة قبل أن نواصل الحديث عن المنافسات. طبعا البايرن تغلب على هوفنهايم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، لايبزيغ حسم القمة بالفوز على ليفركوزن بهدف، فولفسبورغ على فرايبورغ بثلاثة أهداف، أينتراخت فرانكفورت على هيرتا برلين بثلاثة أهداف لهدف، ودورتموند بنفس النتيجة على أوكسبورغ، يونيوم برلين تعادل مع موشنغلادباخ بهدف لهدف، وشتوتغارت فاز على ماينز بهدفين دون مقابل، فيردر بريمن تعادل مع شالكي بهدف لهدف، وكولون فاز على أرمينيا بيلفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. أعود إلى أحمد. أحمد، في قمة مباريات الجولة لايبزيغ استعاد درب الانتصارات أو سكة الانتصارات بالفوز على باير ليفركوزن بهدف دون رد. بالفعل كابتن عبد الجبار، مباراة صعبة جدا كانت لفريق لايبزيغ بالفوز على فريق تقيل بحجم فريق باير ليفركوزن بهدف دون رد، يعزز مركزه في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، واضطرب من فريق بايرن ميونخ في الصدارة اللي هواجه فريق هيرتا برلين يوم الجمعة المقبل قبل مباراة نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية يوم 8 فبراير، وسوف يواجه فيها الفائز من مباراة الدحيل القطري والأهلي المصري. نعم، رغم أنها كانت قمة لكن شاهدنا شوط أول باهت بكل شيء في الإحصائيات، فريق لايبزيغ لم يسدد على المرمى في الشوط الأول. بالفعل كابتن عبد الجبار، هي مباراة كانت صعبة جدا على الطرفين، المباراة التي كانت على ملعب لايبزيغ، فكان لازم الفريق كان يحقق أمنيته بالفوز على المباراة لتعزيز المركز الثاني والاقتراب وتحقيق لقب غالي من بطولة الدوري الألماني من فريق بايرن ميونخ الذي يحلم كل فريق بالفوز عليه. نعم، أعود بلال، يعني السبب في أن المباراة لم ترتقي لمستوى الفريقين سواء لايبزيغ أو باير ليفركوزن.
نعم كابتن عبد الجبار، فريق لايبزيغ حقق، يمكن ان نقول بانه حقق الاهم، حقق الانتصار، فهو دخل لقمه فريق امام باير ليفركوزن من اجل تحقيق الاهم. ما هو الاهم في هذه المباراه؟ الاهم هو 3 نقاط، بالرغم من انه كما اشرت قبل قليل كابتن عبد الجبار بان فريق لايبزيغ لم يسدد على المرمى كثيرا، لكنه عارف كيف يدير المباراه وعرف كيف يساير أدوار المباراة، وخرج بأقل الخسائر وبأقل الأضرار، وانتصر بهدف لصفر بأقل مجهود. ما يعجبني كابتن عبد الجبار في فريق لايبزيغ هو أن هذا الفريق هو فريق يعني يضم مجموعة متكاملة. كيف يضم مجموعة متكاملة؟ وهو يلعب بشكل جماعي، ليس لديه لاعب أو لاعبين يمكن أن يكونوا أوراق رابحة أو يركز على لاعب أو لاعبين فقط، بل يلعب بشكل جماعي. كل لاعب يمكنه أن يسجل في أي لحظة، يمكن للخصم أن ينتبه للمهاجمين ويطرق المدافعين، فيأتي المدافع ويسجل. شاهدنا فريق لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا السنة النسخة الماضية كيف بلغ، كيف انتصر وتأهل وأزاح فريق أتلتيكو، أزاح فريق أتلتيكو مدريد، ويعني ينتصر بأقل مجهود ويعرف كيف يساير أدوار المباراة. يلعب بشكل جماعي، تأتي له فرصة أو فرصتين يستغلها ويسجل وينتصر، وهذا ما لاحظناه في مقابلة القمة أمام بايرن ليفركوزن. فريق لايبزيغ انتصر بأقل المجهود، وكما قلت لم يسدد كثيرا على المرمى، لكنه حقق الأهم، حقق النقاط الثلاث، حقق النقاط الثلاث. الآن لديه 38 نقطة في الرتبة الثانية بعد بايرن ميونخ في الرتبة الأولى. ففريق لايبزيغ كما قلنا في السابق فهو أيضا يحلم من أجل التتويج بالدوري الألماني، ويحلم من أجل صدارة الدوري الألماني، ومن أجل إزاحة بايرن ميونخ من صدارة الدوري الألماني، وهذا من حقه ولا مستحيل في كرة القدم، ويمكنه أن يحقق ذلك بالعزيمة وبإصرار كابتن عبد الجبار. نعم، هو حق مشروع ومتاح للجميع، ولكن أحمد هل يمكن للايبزيغ أن يلحق بقطار بايرن ميونخ السريع والسريع جداً؟ أتوقع كابتن عبد الجبار الفريق لايبزيغ يصل إلى الأدوار المتقدمة في بطولة الدوري الألماني ويحقق الانتصارات على عدة الفرق. بايرن ميونخ يقدم مستويات متذبذبة جدا في العديد من المباريات، وأبرزها خسر من فريق مثلا بروسيا مونشنغلادباخ، وبيخسر من فرق متذبذبة في الدوري. بايرن ميونخ حاليا بيقدم مباريات ضعيفة جدا، وأكدت مصادر كثيرة جدا أن المدرب هانز فليك من المحتمل إقالته بعد بطولة كأس العالم للأندية بسبب العديد من المباريات التي قدمها بشكل سيء جدا مع الفريق. هل يمكن يعني بالنسبة للبايرن كما هو معروف لأنصار هذا العملاق البافاري أن الخسارة هي مشكلة، وخسارة الخسارة الثانية تعني أزمة بالنسبة للفريق البافاري، أما الثالثة فيمكن أن تفضي إلى إقالة المدرب. هل يمكن إقالة هانز فليك بعد كل هذه الإنجازات للفريق البافاري؟ أحمد؟ بلال، يعني أحمد ذكر شيء غريب أن هانز فليك بات مهددا، هل يمكن بعد كل هذه الإنجازات أن يصبح هذا المدرب المتوج بكل هذه الألقاب ويقود فريق كفريق بايرن ميونخ الذي يمكن تسميته في هذه الفترة بفريق الأحلام، هل يمكن إقالة هذا المدرب صانع كل هذه الإنجازات؟ كابتن عبد الجبار، يعني فريق بايرن ميونخ، تحدثت عن مدرب فريق بايرن ميونخ اللي يمكن إقالة هذا المدرب وصانع كل هذه الإنجازات،
فأعتقد بأنه يواصل تحقيق نتائج إيجابية، فهو الآن في صدارة الدوري الألماني برصيد 45 نقطة. في نظري لا أعتقد ذلك، لكن لا شيء مستحيل في كرة القدم. يمكن أن تكون هناك مشاكل داخلية ما بين المدرب وإدارة الفريق ليس لها أي علاقة بالعامل الرياضي وبكرة القدم وبالميدان. يمكن أن يكون السبب هو مشاكل الإدارية، لكن إذا كان هناك المشكل هو إقالة المدرب، هو سوء التعامل في المباريات، فلا أعتقد ذلك. ومن يقول هذا فسأقول له أي مدرب يمكنه أن يحقق ما حققه هذا المدرب؟ توج بدوري أبطال أوروبا، توج بالدوري الألماني مرارا وتكرارا، توج بالكأس، الآن سيلعب كأس العالم للأندية، انتصر على فريق برشلونة وما أدراك فريق برشلونة، وتسبب في زلزال في كاتالونيا، في زلزال بفريق برشلونة كما وصف من طرف الصحف الإسبانية والصحف العالمية، وكما عنونت في تلك المباراة فريق بايرن ميونخ يزيح برشلونة بثمانية أهداف. نعم بلال. في برشلونة، فأعتقد بأن هذا المدرب قدم كل ما لديه وقدم كل ما يجب أن يقدمه مع فريق بايرن ميونخ، وحتى إذا ذهب فسيذهب مرفوع الرأس كما ذهب زيدان من ريال مدريد لما توج معه بجميع الألقاب وذهب مرفوع الرأس، وبعد ذلك عاد إلى فريق ريال مدريد. نعم أحمد، مرة نشاهد باير ليفركوزن فوق ومرة تحت، ما سبب تأرجح هذا الفريق؟ هو الآن متراجع إلى المركز الخامس. بالفعل كابتن عبد الجبار، مباريات الدوري الألماني السنة دي مختلفة جدا عن كل السنين السابقة. السنين السابقة كان بايرن ميونخ بيحقق البطولة بسهولة جدا، لكن السنة دي عادت الكثير من الإعارات مثل سامي غدرة اللي هيرت برلين من صفوف فريق يوفنتوس، بالإضافة إلى يوفيتش من ريال مدريد اللي بيتألق مع فريق إنتراكت فرانكفورت بيسجل 4 أهداف في مباراتين. فالدوري الألماني حاليا الموسم هذا موسم استثنائي، موسم استثنائي جدا لكل الفرق، ما فيش فرقة يعني بتكسب على طول أو بتخسر على طول. ده اللي شفناه من فريق بايرن ميونخ، بايرن ميونخ اللي بيكسب من فرق قليلة في الدوري وبيخسر من فرق قليلة. نعم، خلينا نتابع جدول ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة 19. طبعا البايرن دائما وأبدا في الصدارة ب 45 نقطة، لايبزيغ بالمركز الثاني ب 38 نقطة، فولفسبورغ بالمركز الثالث ب 35 نقطة، آينتراخت فرانكفورت ب 33 نقطة، ليفركوزن خامسا، دورتموند يتراجع إلى المركز السادس، مونشنغلادباخ إلى السابع، ويونيون برلين في المركز الثامن، فرايبورغ بالمركز التاسع ب 27 نقطة، شتوتغارت في المركز العاشر ب 25 نقطة، فيردر بريمن في المركز الحادي عشر ب 22 نقطة، هوفنهايم في المركز الثاني عشر ب 22 نقطة، وطبعا 18 فريقا، ماينز في المركز السابع عشر، وشالكي أخيرا ب 8 نقاط. أعود إلى بلال، فولفسبورغ يصعد إلى المركز الثالث. نعم كابتن عبد الجبار، فولفسبورغ يصعد إلى المركز الثالث برصيد 35 نقطة. كابتن عبد الجبار يعني يمكن أن ينافس أيضا هذا الفريق على الأقل على مقعد يؤهله إلى دوري أبطال أوروبا، بالرغم من أنه صعب عليه المنافسة على الدوري. لا يمكن أن نقول صعب حتى لا نبالغ، فهي كل شيء ممكن في كرة القدم، لكن مع الأداء يعني فولفسبورغ لا يحافظ على نفس الأداء ولا يحافظ على نفس النهج، يمكنه أن ينتصر في مباراة ويتعادل في مباراتين، يعني لا توجد استمرارية للنتائج. هذا هو ما يمكن أن نقول بأنه لن يتوج في الدوري الألماني، وهو كذلك يحلم من أجل صدارة الدوري الألماني وإزاحة فريق باير ميونخ لما لا، ولو حتى أن يحقق المركز الثاني أو أن يبقى في أحد المراكز المؤهلة إلى
دوري ابطال اوروبا او احد المسابقات الاوروبيه كابتن عبد الجبار. نعم احمد، ايضا هيرتا برلين يسقط امام اينتراخت فرانكفورت بثلاثه اهداف لهدف ليصعد اينتراخت الى المركز الرابع. بالفعل كابتن عبد الجبار، اينتراخت فرانكفورت قدم مستويات عاليه جدا في المباريات السابقه، وميركاتو شتوي قوي جدا باستعاده اللاعب يوفيتش من ريال مدريد اللي بيسجل 4 اهداف في مباراتين ويصعد الفريق للمركز الرابع برصيد 33 نقطه بفرق نقطتين فقط عن فولفسبورغ المركز الثالث، فهو بيحلم برضه انه يوصل للمركز مؤهل لدوري ابطال اوروبا بالعديد من اللاعبين اللي معاه، ويحلم ان يقترب اكثر الى المقدمه مع فريق بايرن ميونخ، ولازم يقدم مستويات رائعه من اجل المركز الاول. نعم بلال، ايضا رغم انتصار بروسيا دورتموند على اوكسبورغ بثلاثه اهداف لكنه الان في المركز السادس. نعم كابتن عبد الجبار، نتأسف لما وصل إليه فريق بروسيا دورتموند، لم نعتاد على هذه المكانة التي يحققها فريق بروسيا دورتموند فهو في المركز السادس. اعتدنا بأن فريق بروسيا دورتموند هو المنافس التقليدي والمنافس الأول لفريق بايرن ميونخ، لكن الآن لاحظناه يتراجع إلى الوراء، الآن في المركز السادس. افتقد فريق دورتموند ثمان نقاط مؤخرا إثر خسارته في مناسبتين وتعادله في مباراة، فضيع عليه 8 نقاط كانت ستجعله من الفرق المقدمة، سيصبح في رصيده على ما أظن 39 نقطة عفوا في المركز الثاني، لكنه خسر مباراتين وتعادل في مباراة، لكنه حقق الأهم في الجولة 19 وانتصر على فريق أوكسبورغ ب3 اهداف لهدف 1، وبالتالي يكون فريق بروسيا دورتموند قد انتقم من الخسارة في الدور الأول أمام نفس فريق أوكسبورغ ب2-0، وتأرى من الهزيمة التي كان تلقاها. وصراحة حتى نتأسف لعامل آخر كابتن عبد الجبار، وهي غياب تلك الجماهير التي كنا نتابعها في الملاعب الألمانية وبالضبط في ملعب دورتموند، وجماهير دورتموند العريقة، الجماهير بالأصفر واللونين الأصفر والكحل التي كانت تؤتت الملاعب الألمانية، فهذا يمكن أن نقول بأنه عامل أثر على فريق دورتموند لكن ليس بنسبة كبيرة كابتن عبد الجبار. نعم بعجالة أحمد، يونيون برلين يتعادل في ملعبه أمام بروسيا مونشنغلادباخ بهدف لهدف. بالفعل كابتن عبد الجبار، يونيون برلين يتعادل مع فريق بروسيا مونشنغلادباخ بهدف مقابل هدفين. بروسيا مونشنغلادباخ حاليا بيقدم مستويات رائعة بقيادة المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعين، وبيقدم مباريات أكثر من رائعة لتؤهله إلى المركز حتى الآن السادس. يعني هو في المركز السابع. المركز السابع كابتن عبد الجبار. يونيون برلين بيقدم برضه مستويات رائعة، لكن هذه المرة تعادل مع فريق بروسيا مونشنغلادباخ بهدف لهدف. نعم طبعا الحديث في البوندسليغا كان شيق للغاية، وصلنا لنهاية حلقة الليلة، أشكر ضيوفي الكرام من مدينة الرباط المغربية الصحفي والكاتب الرياضي بلال النوالي، ومن محافظة قنا المصرية الصحفي في موقع بلاست 90 أحمد أيمن، ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدين على كرم وطيب المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.